وانسى داري باللي كراها يا ليل. تحية للأستاذة شيرين ومرحبا بك في المغرب. تنحمق عليها بزاف وكنقول لها مرحبا بك في المغرب، وحنا من متبعين ديالك وكيحمق على الشخصية ديالك بزاف ومرحبا بك. الحمد لله، وهي دي الحقيقة، ديك يعني دي منتهى الحقيقة. أنا مريت بأزمة نفسية وحسيت إن أنا مقصرة جدا في حق أطفالي وحق حياتي الطبيعية، فقلت كده بس حرمت مش هعمل كده تاني. أول حاجة أنا ما كنتش أغني، يعني الأغنية كانت متقدمة لي إنه سعد بيغني بالمغربي وأنا بغني باللهجة المصرية، بس يعني أنا بعتبر إن الأعمال الفنية بين أي فنانين مختلفين عن بعض، لما هيجوا يلتقوا في عمل ده بالظبط زي النصيب زي الجواز، في حاجات كتير قوي بنتفق عليها على الترابيزة في الكواليس مع فنانين كتير قوي، في منها اللي بيتم وبيخرج للنور وفي منها اللي ما بيحصلش وبيتم. فاللي حصل إن كانت النية موجودة، بس لما عرض عليا العمل حسيت إنه ما يناسبنيش. دي كل الحكاية. وغنشوفوا شيرين في أغنية مغربية؟ أكيد أنا أتمنى أغني اللهجة المغربية وده شرف كبير، وبعدين أنا بغني يا بنتي بلدي سلبوني عينيك. أنا أعتقد إن أنا ست حلوة، يعني الحمد لله بقيت حلوة. فالطبيعي جدا جدا بواحدة في سني مش مرتبطة إن هي تتعرض لإشاعات. أنا حلوة. الله يخليكي. فطبيعي ان يحصل كلام. وبدايه السؤال كانت ايه؟ يعني عفويتي ده انا تميزت بيه، واعتقد ان ده البراند بتاعي، ده الترند اللي انا بتميز بيه، ان انا بقيت صريحه، وان انا مش بقيت، انا من ساعه ما دخلت الوسط الفني وانا بيهاجموني عشان سجيتي وصراحتي، واعتقد ان في فنانين كتير قوي دلوقتي بيحاولوا ان هم يقربوا لان هم يكونوا عفويين، فدي حاجه انا فرحانه بيها. ولو عملت مشاكل فالمشاكل بتبقى عند الاخر مش عندي، انا هفضل زي ما انا لان ده اللي بيريحني اكتر. بس يعني الناس كتير فنانين والله انا ما كنتش اتخيل ان هم يتاثروا قد كده، منهم اللي عرفوا يوصلوا لي، امثال الفنانة الكبيرة جدا جدا ماي ايدل سميرة سعيد، والفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة نوال الزغبي، وإليسا طبعا كتبت، ونانسي علقت، والفنانة أحلام، والفنان كاظم الساهر، وعاصي، وصابر اللي جالي البيت. يعني في فنانين أثروني بحبهم وقلبهم الكبير، وقد كده فعلا ان هنا راحت كل حاجة ممكن تكون بين اي فنان والتاني، اللي هو المنافسة الشريفة والكلام اللي بنقوله. فعلا حسيت ان انا محبوبة من المجال اللي بشتغل فيه، وده نادر لما تلاقي فنانة لو قالت اعتزل بيقولوا بالسلامة وبنكسر وراها قلة، لكن انا شفت العكس الحقيقة. انا شفت حب من الوسط الفني ومن الناس ومن الجمهور، مع ان انا اقلل من شأن اي فنان صغير او كبير، حاشا لله، كلنا ابتدينا صغيرين. وعايز اقولك ان سعد ابدا مش صغير، هو عمل نجاح يحترم، كل الناس بتحبه، ولكن هو في امتحان صعب لان لازم يثبت للناس ان في كل عمل هيقدمه لازم يكون بنفس الجدارة وبنفس القوة. بس أنا نفسي يكون في مستشفى مثلا بجد تبقى للناس اللي هم بيتعرضوا تحت ضغط كبير وبيحصل لهم نقلات في حياتهم ممكن تجننهم على فكرة، وممكن تخليهم ثابتين على الأرض. فأنا من الناس اللي محتاجة المستشفى دي حقيقة. هل بين الاعتزال والانتحار كانت شيرين أقرب إن أو جابوها للاعتزال بلا الانتحار؟ جربتي قبل مرة هيك؟ لا سمح الله. الاثنين كانوا انتحار، بس فكرت في الاثنين في نفس الوقت. Oh, shit! 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 Oh, shit!
شيرين انا بعلي لها شيرين خليه يتصور لا شيء حيجي يتصور